الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً التي يتم السؤال عنها في المستشفيات وفي العيادات. بحسب إحصائيات عالمية، يعاني نحو 80% من سكان العالم من مشكلة الصداع مرة واحدة في السنة على الأقل. وللصداع أنواع كثيرة، أبرزها الصداع النصفي. حلقة هذا الأسبوع من التشخيص تسلط الضوء على هذه المشكلة الصحية الشائعة جداً التي تصيب الملايين، كيفية تشخيصها وطرق العلاج والوقاية منها والتعامل الصحيح لتجنب نوباتها المزعجة والمؤلمة. الصداع طبعاً هو ألم بيجي في الرأس، وله أسباب كتيرة جداً مختلفة، منها أسباب بسيطة أو يعني أشياء بسيطة جداً تؤدي إلى صداع، زي قلة النوم مثلاً، أو زي الاسترس أو التنشن أو حاجة زي كده. لكن في أنواع طبعاً من الصداع صعب جداً ان احنا نقدر نشخصها او نعرفها الا لما نعمل فحوصات طبيه مختلفه. الصداع النصفي من انواع الصداع الصعبه جدا، والكومبلكس نوع من انواع الصداع اللي هي كومبلكس، ولكن هذا الصداع يعني ليس نتيجه سبب واضح، وليس نتيجه سبب سيء، وجود مثلا ورم في المخ او شيء من هذا القبيل. الصداع النصفي عادة بيصيب شريحة كبيرة جدا من الناس في الوقت الحالي، والصداع النصفي بيبقى نتيجة عادة بيبقى هيريديتري، أو بيحصل نتيجة وجود جينات بيحصل في الفاميلي، في كذا شخص في نفس العائلة، ولكنه مش نتيجة شيء وحش، يعني مش نتيجة مثلا وجود ورم في المخ أو شيء في المخ، مش بالضرورة يكون نتيجة كده. عادة هو شيء رغم أنه ألم شنيع وألم شديد جدا في الرأس، ولكن ملوش سبب واضح. الحقيقة في أشخاص فعلا بيبقوا أكثر عرضة للصداع زي السيدات، وهذا نتيجة الهرمونال أو الهرمونات، تأثير الهرمونات عليهم بيبقى نتيجة هذا وجود هذا الصداع. وعادة بيحصل أيضا في الوقت اللي هو وقت الطمس، قبل الطمس بشوية أو في الوقت أو أثناء الطمس. في الأطفال كمان، الأطفال اللي هم بيبقى عندهم ستريس أو بيبقى عندهم قلة نوم بشكل منتظم، في أشخاص اللي هم حساسين زيادة عن اللزوم، في بعض الأطعمة طبعا بتؤثر على أو بتزود نسبة الصداع عند بعض الناس، وبالذات الصداع النصفي. حتى بعض الروائح، إذا كان في روائح نفاذة بالذات كمان تزود الصداع، أو حتى تبروفوكيت، يعني تخلي الصداع يبدأ من أول من البداية يجي. ففي طبعا عوامل كتير جدا تؤثر على مجريات الأمور في بعض أنواع الصداع. يتصف الصداع النصفي بأنه ألم يصيب أحد جانبي الرأس، وهو ألم نابض بنوعيته، وقد يصاحبه غثيان أو تقيؤ، كما أن المصابين به يعانون من حساسية شديدة للضوء وللضوضاء. أعراض الصداع النصفي مختلفة حتى كمان بالنسبة للأشخاص، من شخص للتاني، وحدته بتختلف ووقته كمان بيختلف من شخص للتاني. يعني مش كل واحد زي التاني، مش كل شخص زي التاني. يعني احيانا في ناس بيبقى الصداع شديد جدا جدا لدرجه انه ما يقدرش يفتح عينه، او ما يقدرش يتكلم، او ما يقدرش ان هو يسيطر على نفسه، وبالتالي هو بيلجا انه يبقى موجود في مكان هادي ومكان مظلم، لانه حتى ما بيقدرش يشوف النور او الضوء ياثر عليه، فبيضطر ان هو ياخد مكان هادي خالص لحد ما الصداع ده يعدي. حدته تختلف زي ما قلنا من واحد للتاني، وقته كمان بيختلف، من عادة الصداع النصفي بيقعد من 4 ساعات ل70 ساعة أحيانا،
وبالتالي بتختلف من واحد للتاني، والمؤثرات كمان بتختلف من واحد للتاني. يعني في ناس لما ياخدوا أطعمة معينة تأثر عليهم، في ناس لما يشموا روائح معينة تأثر عليهم، التنشن، قلة النوم كويس، يعني في عوامل كتير جدا تؤثر على هذا النوع من الصداع. اللي بيهمنا كتير قوي كجراحين أعصاب ان احنا نعرف نفرق بين انواع الصداع، وان احنا نؤكسكلود او ان احنا نقدر نفرق اذا كان هذا الصداع نتيجة وجود ورم في المخ او شيء خبيث لا قدر الله، او انه شيء ممكن يتعالج او له علاج. الشيء المهم ان احنا نقدر نفرق هذا النوع من الصداع عن الانواع الاخرى، لانه في انواع كتير جدا جدا من الصداع، واسباب كتير جدا جدا من الصداع للصداع، وهي الاسباب دي قد تكون بسيطة جدا زي ما قلنا، ممكن قلة النوم، ممكن الاسترس، ممكن التنشن، ممكن الانيميا تعمل صداع، الكونستيبيشن او بعض الاشياء في المعدة تعمل صداع، الودن ممكن يبقى في اسباب كتير من في الاذن تؤدي الى صداع، الرؤية نفسها او العيون، النظر ممكن يبقى فيه له اسباب. ولكن اللي يهمنا كتير قوي في جراحة المخ والاعصاب ان احنا نقدر نفرق بين الانواع ديت وبين الانواع اللي هي نتيجة ورم في المخ. عشان نفرق ما بين الانواع الصداع والورم المخ، طبعا ورم المخ بيبقى له صورة برضو تانية مختلفة خالص عن صور الصداع التاني. عادة ورم المخ بيجي بصداع الصبح ومتكرر يوميا، وهذا الصداع بيبقى مصاحب له بعض الاعراض الاخرى زي الترجيع او الفوميتينج. هذا الصداع بيختفي مع الوقت، يعني اثناء النهار، مجرد ان هو بيبقى موجود الصبح بس اول ما الانسان يصحى يستيقظ من النوم. طبعا بنقدر نفرق اكتر بعمل اشعاعات زي الرنين المغناطيسي زي ما احنا شايفين، ده بيقدر يقول لنا هل هذا في ورم موجود في المخ ولا هذا الصداع نتيجه اسباب اخرى. الحقيقة معظم المرضى اللي عندهم صداع نصفي لازم يتحولوا لقسم الأشعة عشان يعملوا فحص الرنين المغناطيسي. فحص الرنين المغناطيسي مش بس مهم إنه يبين التغييرات اللي بتحصل داخل المخ بتاع المريض المصاحب للمرض، إنما كمان بيخلينا نقدر نشخص أو نستبعد الأسباب التانية للصداع اللي هي ممكن أصلاً تبقى أخطر من الصداع النصفي. الرنين المغناطيسي بيورينا التغييرات اللي بتحصل في المادة البيضاء بتاعة المخ، بيورينا الأورام اللي ممكن تبقى موجودة، بيورينا كمان السكتات الدماغية أو ضعف الدورة الدموية وتغذية الدم بالنسبة للمخ. عشان كده معظم المرضى بتوع اللي عندهم صداع نصفي لازم يقولنا في الأول في بداية التشخيص، وكمان عشان نتابعهم بعد كده. الصداع النصفي له أعراض يعني واضحة إلى حد كبير، يعني بيجي عادة في نص الرأس، وبيأثر دايما على العين، وبيأثر أحيانا على الكلام، والمريض أحيانا كتير بيجي يقول إن أنا بيبقى حاسس إن هو هيجي له الصداع، ونقول عليها أورا أو ما قبل الصداع، وبالتالي بيكون هو له كاركتر مختلفة عن أنواع الصداع الأخرى. ولكن في ناس بتيجي بأتيبيكال، أتيبيكال يعني بشكل تاني، يعني مش لازم يجي في نص الرأس، ممكن يجي في الرأس كلها، مش لازم يجي في العين، ممكن يجي في العينين الاثنين أو في عين واحدة، ممكن ما يجيش خالص في العين. ولكن عادة الصداع النصفي بيبقى له كاركتر مختلفة عن أنواع الصداع الأخرى. الحقيقة فيه نوعين من العلاج لعلاج الصداع النصفي. النوع الأول ان احنا ندي بس علاج مثبط للألم، ان احنا بس نوقف الألم وخلاص، والمريض ياخد هذا العلاج وقت ما يجيله الألم. ولكن في الآونة الأخيرة أيضا اكتشف ان في دواء معين بيتاخد هذا الدواء لمدة 6 شهور أو من 4 ل 6 شهور، بيتحسن عليه المريض كتير قوي، لكن المفروض ان المريض بياخده بصفة مستمرة يوميا. ونسبة كبيرة جدا، يعني تقريبا 60% من المرضى بيروح منهم الصداع خالص او تقل حدته،
او يزيد الوقت اللي بيجي فيه صداع، لانه احيانا النوبات نفسها تقل بالتدريج. وبالتالي ده دواء كويس جدا، انه لانه ناس كثيره فقدت الامل اساسا في انه هذا الصداع يكون له علاج نهائي.